بالنسبه للمقابلات ديال فريق اتحاد طنجة مع الفريق اولمبيك خريبكا، هي مقابله عندها القبعه ديالها ديال البطوله، لان حنا كنا خسرنا معهم في مقابله الكاس، ولكن بكل صراحه هو خروج مش غير مستحق، لان لعبنا افضل منهم لا في مقابله الذهاب والاياب. المقابله هذه عرفنا غتكون شويه صعبه، لان الفريق الخصم عرفنا غادي يجيب كامل اللاعبين ديالو مستعد لينا، ولعب اللاعب جميع اللاعبين، ولكن الحمد لله حنا مع توقف البطوله قمنا باستعدادات ليا جيده اللي كانت فيها حصتين في اليوم، وحاولنا نخدموا على ذاك النقص اللي كان عند اللاعبين. شتي اللاعبين قدموا واحد المستوى اللي طيب اللي كيمتاز به الفريق المغربي، اللي كنشوفوه هو لونغاجمون فيزيك اللي كان شويه اكثر من هذا، ولكن حنا كنا موجدين لهاد الحويجات، لان كنا عارفين ان الفريق الخصم غادي يجي غادي يلعب على لي ديال باش هو يربح لي ديال ديالنا، وغادي يلعب شويه اغريسيف باش حنا اللعابه ديالنا يحطوا رجليهم ويربحوا كما كيديروا في المقابلات السابقه. ولكن الحمد لله اللاعبين قاموا بواحد المقابله جيده، بقاو مستمتعين لاخر لحظه، وبكل صراحه فوز مستحق. سيدي بالعربي بعد هنيئا لفريق اتحاد طنجة الفوز ديالو، انا عندي واحد السؤال، كيفاش كان الاداء ديال الخط الدفاعي بعد خروج فينيس؟ وشوف بكل صراحة أنا من اللي كنهضروا ما كنهضروا كنهضروا على المجموعة كاملة، مثلا لاخدتي الدفاع ما كنهضروش على لاعب واحد، كتاخذ الدفاع كله بكل صراحة، هو في كان متماسك، ولكن شوف من اللي كيخرج لاعب وكيدخل لاعب، يقدر هو بقى مثلا ربع ساعة كيقدر يدخل هو مثلا اللي شوف مونديال ما دارش مزيان، كيقدر هو الريتم ما قدرش يسير، وهذا راه كثر في كرة القدم، ولكن سانوبيش بأن كان عندنا إن ديفونس اللي هي في المستوى مع اللاعبين المجربين أسامة كامل حاوي كذاك الشيء، ولكن مع المقابلة اللي كتكون فيها الضغط وكيكون فيها لي دير كيكون فيها لونجاجمون، ولا بد ان جوار ما كيفلوطي ولا كيدير كتوقع في كرة القدم، هذو لعابة كبار وكيطيحوا في هذه المسائل، ولكن اون جينيرال كنشوف ان لا ديفونس قامت بالمستوى ديالها في كل ساعة. من المعتاد ان فريق اتحاد طنجة كيلعب كرة قصيرة وشاهدناها في أكثر من مقابلة، اليوم لاحظنا بأن الفريق كيعتمد كثير على الكرة العالية، واش هذا الشيء فرضات وقضيه ديال الميدان او كقراءه للخصم؟ هو بالفعل شوف حنا ملي كتلعب كتعرف فريق اتحاد طنجه هو اللي كيبني لو جو كيدير، ملي كتلعب في ملعب اللي هو صالح زعما في المستوى كالملعب الكبير كتشوف الطريقه وهذاك الشيء، لان كاين مساحات اللاعبين كيلعبوها، هادو هما جايين بلا تاكتيك ديالهم ديفونسيف باش يلعبوا لي كونتر، حنا عارفين اذا تو بو با لا بغيتي دوز من الميليو راه غتهرس ويلعبوا لي كونتر، وعندهم دي جوار رابيد غيمشيو يماركيو عليك، بدينا حنا كنلعبوا الا شفتوا اللعابه مرابط بارفو كيخرج راه كتعطيها ليه ولا اليكسي، ملي كيدير لهم ان ماركاج اوبليجي تشونجي لو جو تلعب اون ديابونال، لان عندنا دي جوار رابيد كشاوني ومعاوي اللي استغلينا، وفعلا هذيك الاصابات راه هي جات بهذه الطريقه، لان كل بقيتي تلعب على الوسط هما كيخطروا يعطيو لي جوار رابيد راه غادي ياكلونا في لي كونتر، لان سي تين ايكيب دو كونتر هما. سي عبد الصافي الفوز هذا بكل صراحة هذا ملي كتحصل على 10 نقاط كيبين لك بأن الفريق بكل صراحة تحسن كثير منذ المجيء ديال سيدي شيخة، كان اللاعب اللي هما واخا عندك لي زانديفيدياليتي ولكن ما كانش داخل في القالب ديال الجماعي، ملي دابا حتى لهذ المقابلة لحد الآن مع المقابلة اللي خدناها في لابريباراسيون هذاك الشيء، دابا لقينا التوليفه ولقينا اللاعبين اللي هما استانسوا مع بعضياتهم، ولا معاوي كيعرف رافق كيلعب ولا هذا كيعرف يلعب، اذا هذيك التوليفه جبناها، ولي بوان اللي كنا حنا مكالكولينيهم باش نجيبهم حنا حصلنا عليهم، اذا هذا غيكون واحد الحافز باش ان شاء الله حنا نطمعوا باش حنا نكونوا مع هذيك الفروق الربع الاوائل، غنبقوا نتربصوا ونلعبوا ونقدموا واحد الاداء طيب بكل صراحه، لان اول حاجه حنا كنعتمدوا الفريق ديالنا عنده لاعبين لي زانديفيدياليتي، كنعتمدوا على الفرجه، ولكن النتيجة كتبقى هي أساسية بالنسبة لي. بالنسبة للمقابلة الجديدة، بالنسبة حنا كنعرفوا الجديدة، لأن أنا ابن الفريق وكنعرفها، الفريق هو كيمر واحد المرحلة اللي هي صعبة، مرحلة فراغ اللي طالت، لاعبين ما عندهمش تجربة باستثناء حدراف ولا قادي ولا أكردوم ولا هادو، كاينين لا ماجوريتي ديال اللعابة ديال الهوات
احنا ان شاء الله احنا في واحد ليطا دو فورس ما كنتسناو حنا رابحين هما غادي الاكادير ملي هما النتيجه ديالهم لان هذه النتيجه لا ما حصلوش عليها تما انا عارف بان الفريق هذا غينهار وحنا ان شاء الله غنمشيو في الملعب اللي هو مزيان لاعبين اليوم غيخرجوا يلعبوا الكره ما عندهمش التجربه ان شاء الله نتمنوا ان شاء الله بان غنحصلوا على نتيجه ايجابيه في الجميع. شكرا. خلال المباراة أشتروا واحد مجموعة من الأخطاء حفظوا بشكل دول من طرف وسط الميدان ومن طرف الأكسيسي. بالفعل. شفنا جديد يرتاح الترجاء والثنائي اللي بدا كيتفاعل بين حمودان ورفيق عبد الصمد. بالفعل. هذه متاحة سبب. شفنا كل شيء ديال الساعة الحق حتى الساعة الشيخة حتى النتيجة من خلال العناصر اللي خاطت أول مرة في التشكيلة. بكل صراحة شوف إلا شديتي الفرق ككل بكل صراحة كان واحد التحسن قلته كبير. بالنسبه للاعب اللي اخذنا فرد بفرد كان لي زينديفيدياليتي في المستوى الكبير اللي ما عادش فرق اخرى. بالنسبه للشباب نقولوا الشاولي ولا نقولوا اللاعبين اللي هما شباب ولا ام عيش اللي هو بلي